انت المحاميه ديالنا ولا ما حضراتش؟ لا، كانت النائبه ديالها. النائبه اللي كانت ما هضرتش معها، مازال ما هضرتش معها. حنا عارف انت الوحده، حتى انا من نهار اللي دخلنا للجلسه الاخرى قالت لنا مع الوحده. صح، حنا تسمعنا اللايف ديال العيساوي، قال لك راه باعوا الماتش، راه تاجلات، راه ما عرف شنو هو. حنا كنا في معهد سعود والناس بصراحه كانوا شويه اللي تعرفوا كانوا مقلقين. ايه، بغيت نقول لهم سمحوا لنا غلطنا في حقكم. حنا راه ما بعدنا لا ماتش لا حاجه، مش لنا لا عادي لا غيره، ما عارفين حنا حتى حاجه. عزيز اللي تلاقى معاها خدات من عنده الشعر ودفال، مشى لعند المحامي قال لك توقفت عليا، كان مشي يرفع دعوه ديال الزوير. ما نعرفش غدير بها السحور ولا لاضيين. لاضيين هو عطاها لنا المحكمه، عطاها لينا. مريض ما نعرف. لا، انا خايفه على ولدي لا دير ليه شي حاجه، ماشي من لاضيين، خايفه عليه لا دير ليه شي حاجه، حيت راه شتو انا ما بقاش نورمال الدري. وحنا خويا ما صيفط لنا حد، ما جا عندنا حد، ما قال لنا. النهار اللي كانوا باغيين خوتو يصالحوهم طفات عليهم التليفونات في الجلسه الاخرى، كانوا باغي يصالحوهم من خرج هو من الحبس، جمعوا العائله وصحابه وداكشي باش يصالحوهم. وكانت واحد صاحبتي تاهي مشات، خواتاتو وخوتو مني كيتسناهم حتى لثلاثه الصباح طفات عليهم التليفون. صافي هادشي اللي كاين، كاين حتى حاجه. تم كيحقاش الناس تقلقوا، قال لك لا راه بعتوا الماتش، راه ما عرف شنو هو، راه انتم ملي تصالحتوا ردوا عنا الخبر. حنا ما تصالحنا مع حد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.